يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على أشرف الخلق وعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى أبد الآبدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نواصل بحثنا في كيفية كتابة موضوع المجلس الحسيني، ونبين الملاحظة التالية. لوحظ أن الكثير من أساطين هذا الفن والخطباء الذين تفردوا وتميزوا بين أقرانهم أن كل واحد من هؤلاء كان يضفي على المجلس الذي يقرأه لونا مميزا يميزه عن الآخرين. فمثلا الخطيب الذي يملك ذوقا شعريا وحسا أدبيا يحاول أن يكثر في مجلسه من الشواهد الأدبية، فيطفو اللون الأدبي على مجلسه. والمتعمق في الدراسات التاريخية يغلب على بحثه الجانب التاريخي والتحقيق في التاريخ. والفقيه من الخطباء تجدون أن مجلسه مليء بالآراء الفقهية والفلسفة الفقهية. كذلك الطبيب مثلا في دورات قديمة تلمذ على يد بعض الأطباء ممن كانوا يجيدون نقل المعلومة الحسينية إلى زملائهم، فكان أحدهم يملأ البحث بالمعلومات الطبية. ولي زميل من زملاء الخطباء كان يسجل من إذاعة لندن بعض البرامج العلمية التي تتحدث عن أحدث الاكتشافات العلمية، ويربط بين تلك الظواهر والآيات العلمية في القرآن الكريم. إذن لكل خطيب ولكل خطيبة، لكل قارئ وكل قارئة أن يعطي لونا معينا هو يحبه أو يحبه الناس. يعني للخطيب أن يتلون في أدائه حسب المنطقة التي يتكلم فيها. فلو تكلم مثلا في جنوب العراق حيث يعشقون الشعر الشعبي فليكثر من الشعر الشعبي، وإذا قرأ في بيروت أو في مجالس لبنان فليكثر من الشعر الفصيح، لأنه إدراك الشعر الشعبي العراقي
عسير على المستمع اللبناني، أو إذا ذهب إلى أوروبا فليقلل من الشواهد الشعبية، فليكثر من الشواهد الفصيحة، لأن الفصحى أقرب إلى أذهان المثقفين وأذهان الأوروبيين وأذهان غير العرب ممن يستمعون إليكم في مجالسكم. أو حبذا كما قلت في محاضرة سابقة أن يلون الخطيب مجلسه الحسيني بشواهد أدبية من لغة ذلك البلد الذي هو في ضيافته. فإذا كان أحدكم أو إحداكن لها أو له مجلس مثلا في بريطانيا، فليقرأ قليلا من الشعر الإنجليزي، أو كان مجلسكم في باريس فليقرأ قليلا من الشعر الفرنسي، أو كان مجلسكم مثلا في أذربيجان فليقرأ قليلا من الشعر الآذري، أو في نيودلهي أو كراتشي في باكستان فليقرأ من الشعر الأوردو، أو كان في زيارة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، يحسن به ويجدر به أن يسمع الناس شيئا من الشعر الفارسي، وهنالك الكثير من الشواهد الشعرية التي يمكن أن تضفي جمالا على جمال المجلس. وهكذا دواليك. أما عن المواضيع التي نستعرضها قلنا في مجالسنا الحسينية، فالأجدر بنا أن نسلط الأضواء على علوم القرآن، لأن القرآن هادي، لأن القرآن يحمل بين دفتيه الكثير الكثير من العلوم المتجددة، العلوم المتجددة. فلرب آية في القرآن الكريم تعطيكم من المعاني والدلالات هذا العام شيئا تعطيكم غيره في العام القادم، وتعطيكم غير ما قدمته في هاتين السنتين في السنة الثالثة، لأن القرآن متجدد. وكذلك قضية الحسين عليه السلام متجددة بتجدد الأيام. لا تتوقع بأن ما قيل في الحسين عليه السلام أو ما قيل في تفسير القرآن الكريم ينتهي لكثرة ما قيل أبدا. ويقول الشاعر: كذب الموت فالحسين مخلد، كلما أخلق الزمان تجدد الزمان تجدد. إذن بتجدد الأيام يمكنكم دائما أن تأتوا بالجديد. الآية التي يريد اليوم أن أسلط الأضواء على كيفية كتابة موضوع عنها هي الآيات الأول من سورة الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم،
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. بداية قلنا نبين فضل هذه السورة. لكل سورة من سور القرآن الكريم، بل أحيانا لبعض الآيات بشكل منفرد، آثار خاصة وفضائل معينة. مثلا سورة الإخلاص تمثل ثلث القرآن، ألا ومن قرأ قبل نومه الإخلاص 3 مرات فكأنما ختم القرآن في ليلة. هذه فضيلة. مثلا إذا أراد أحدكم أو إحداكن الاستيقاظ لصلاة الفجر ولم يكن لديه في البيت ساعة منبه وتأخر في نومه، فليقرأ آخر سورة الكهف، آخر آية، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن فضيلة هذه الآية أن تجعل من يقرأها عند نومه يستيقظ مع أذان الفجر. أما الآيات الأولى وسورة الواقعة فمن فضيلتها أنها تقرأ عند شحة الرزق. من داوم على قراءة سورة الواقعة كما ورد عن المعصومين بعد صلاة العشاء في كل يوم رزقه الله من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. هذه فضيلة سورة الواقعة. وإذا كان أول الشهر القمري أوله 2 من أيام الأسبوع فهنالك ختم سورة الواقعة يقرأ من أجل الرزق والتوسيع فيه، على أن يقرأ في اليوم الأول 1 سورة الواقعة، في اليوم الثاني 2، في الثالث 3، وهكذا إلى اليوم 14 تقرأ السورة 14 مرة، وهنالك دعاء في كل خميس يختم به هذا الذكر. إذن ذكرنا أولا شنو فضل هذه السورة كما ورد في الأحاديث المعصومة. ندخل ثانيا في المعاني اللفظية للآيات. قلنا ندخل في المعاني اللفظية للآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة. ما هي الواقعة؟ الواقعة يقول أهل اللغة وأهل التفسير اسم من أسماء يوم القيامة، ويطلق أيضا على المعارك الشرسة التي تقع بين طرفين. وإذا هنا شرطية غير جازمة، إذا وقعت الواقعة يعني إذا كان يوم القيامة، ليس لوقعتها كاذبة، يعني ليس هنالك مجال للملحد أو الكافر أو المشرك أن ينكر وقوعها، لأنها أمر واقع لا يمكنه الإنكار ولا التشكيك بالوقوع، أمر وقع. من علامات هذا اليوم ما يجري، أولا أنه لا يمكن
الملحدة أن يكذب بيوم الدين. ثانيا، ماذا يجري في هذا اليوم الذي يمنع التكذيب به؟ خافضة رافعة، تخفض أناسا وترفع أناسا. لا إله إلا الله، من ينخفض ومن يرتفع شأنه؟ الذي ينخفض شأنه هو الكافر بالله واليوم الآخر، والذي يعلو شأنه ويرتفع هو الإنسان المؤمن، لأن عاقبته ستنتهي إلى خير ليقينه وإيمانه بالله جل وعلا. وسترون من الآيات الكريمات في أي صف سيكون، لأن بدايات هذه السورة ستقسم الناس إلى ثلاث طوابير، ثلاث مجاميع، ثلاثة أقسام. نواصل في علامات يوم الواقعة. خافضة رافعة، ماذا يجري لكي ينخفض أناس ويرتفع أناس؟ يقول الحق جل وعلا: إذا رجت الأرض رجا، يعني تحدث الزلازل التي تهتز لها الأرض والسماء. رجت الأرض رجا، بعد وبست الجبال. الآن نحن نشرح الكلمة معناها، صح؟ وبست الجبال بسا، يعني إن ربك ينسف الجبال نسفا. وإذا بهذا الجبل الأشم الذي يرتفع أحيانا عن مستوى سطح البحر آلاف الأمتار يتحول إلى رذاذ. وبست الجبال بسا، فكانت تحولت هباء منبثا. عندما نغلق غرفة ونجعل فيها ستائر ونسلط الشمس أو ضوءا باهرا كضوء هذا البروجيكتور الذي أتعبني بحرارته، ونجعل هذا الضوء يخترق الغرفة، فتجدون أن هذا الضوء الذي اخترق الغرفة يبدو وكأنه رذاذ، كأنه عهن منفوش، قطن مندوف، ذرات ناعمة جدا قد لا ترى بالعين المجردة. وإذا هذا الجبل الذي يتكون من آلاف الأطنان من الصخور يتحول إلى رذاذ، فكانت هباء منبثا. هنا ليس مجال للتكذيب. وإذا بنفخة الصور ينفخ إسرافيل في بوقه، فتتجمع الذرات، ذرات الإنسان المتفسخ تجتمع ثانية كما اجتمعت أجزاء الطيور الأربعة التي صرهن إسماعيل إبراهيم الخليل عليه السلام ووزعهن على الجبال فأتينه سعيا. وما يحتاج هنا إلى أحد يمسك بأنف كل واحد من عندنا لكي تتجمع ذراته فيعود بشرا سويا. هنا سيتفرق الناس إلى ثلاث طوابير، ثلاث مجاميع. فأصحاب الميمنة، الله الله، وما أدراكم ما أصحاب الميمنة؟ اللهم اجعلنا والسامعين والمشاهدين الكرام من أصحاب اليمين، لأن اليمنى كما قلنا سابقا في اليمين. فأصحاب الميمنة
ما أصحاب الميمنة، كل العز لأصحاب الميمنة. زين، بالمقابل الفصيل الثاني، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، ولم يقل الميسرة أو المشملة، قال المشأمة من شؤم ما سيلاقونه يوم الحساب يوم الواقعة، سيعطون كتبهم بشمائلهم ومن وراء ظهورهم، لأنهم قد كتبوا في هذا الكتاب ما يخزي وما لا يمكنهم النظر فيه من معاصي وآثام ارتكبوها في الحياة الدنيا. إذن أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، وهنالك فوج يتفوق على الجميع، السابقون السابقون. متى هذا السباق كان؟ وكيف هؤلاء سبقونا؟ إلى أين سبقونا؟ نحن لم نقم بسباق، لا، لقد قمنا بسباق، وسابقوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى جنة أعدت لكم أيها المتقون. إذن في الحياة دخلنا المضمار، تأخر أناس ووصل أناس بشق الأنفس، ولكن تقدم أهل بيت العصمة على كل المخلوقين، تقدم الأنبياء والأوصياء والأولياء، فالأمثل فالأمثل، السابقون السابقون، أولئك وين؟ في جنات النعيم مقربون. ليس فقط في الدنيا هم أولياؤنا، ولكنهم في الآخرة هم منعمون في أعلى عليين، في الفردوس الأعلى، حيث يتمنى كل الخلق أن يكونوا مع هؤلاء في أعلى عليين. هنا وصلنا إلى فد مسألة، أنه هؤلاء الذين ساروا في الطوابير الثلاثة، نحن من أيهم؟ نحن من أي هؤلاء؟ هل نحن من أهل الميمنة؟ هل نحن من أهل المشأمة؟ هل نحن من السابقين؟ لنطرق باب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ونسأله: يا أبا الحسن، يا باب مدينة علم رسول الله، نحن من أي هؤلاء؟ يأتي الجواب. نطرق بوابة التأريخ: يا أمير المؤمنين، أجبنا إلى ما سألناك. يقول: روحي فداه لكميل ابن زياد النخعي في وصاياه: يا كميل، الناس ثلاثة. سيدي، من هم هؤلاء الثلاثة؟ يقول: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع الريح حيث تميل. إذن نحن من أي هؤلاء؟ هل نحن من العلماء؟ لا، هذه بعيدة علينا، ولا تنال إلا لذي حظ عظيم أن نكون نحن من العلماء. لا، لسنا من العلماء. أسأل الله أن نكون من المتعلمين على سبيل نجاة، وأن لا نكون من الهمج الرعاع الذين ينعقون مع كل ناعق، ولا يستضيئون بنور علم، ولا يلجؤون إلى ركن وثيق. إذن إلى الآن لم نتعرف في أي صف نحن نصطف. لنطرق باب الإمام الصادق عليه السلام: سيدي، حسبنا عليك
ولجأنا إليك، وليس لنا مهرب إلا لديك. أنت إمامنا، أنت إمام مذهبنا، أنت جامع علوم جدك المصطفى وأبيك المرتضى وأمك الزهرة. عرفنا أين نحن في هذه المعمعة. إنه يوم الواقعة ولا مجال لإنكار، ولكن لا نعلم أين نصطف. يقول روحي فداه: العلماء نحن، العلماء نحن. إذن العلماء 14 ليس سواهم عالم، محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. العلماء نحن، إذن خصص العلم بهؤلاء 14. وشيعتنا متعلمون على سبيل نجاة، لأننا مقبلون على علم محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. وليأخذ كل منا بمقدار ما يحتمل. الشاعر يقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. نحن بكلنا بقضنا وقضيضنا نتهافت على مائدة آل محمد، ونقدم كل منا يقدم وعاءه. لأن الإمام علي عليه السلام يقول: إن هذه القلوب أوعية، خيرها أوعاها. وهنا جناس اللفظي من أروع ما يكون. أوعية، لماذا تسمى أوعية؟ لأنه عندما تمتلئ تعي، أوعاها من الوعي. فإذا احنا كطلاب علم من أهل البيت نقدم أوعيتنا، فيملؤونها بنورهم، يملؤونها بنورهم وعلمهم، فنحن مقبلون عليهم، فإن شاء الله نحن من المتعلمين على سبيل نجاة. الحمد لله الذي لم يجعلنا من الهمج الرعاع، وأعداؤنا الهمج الرعاع. فإياك إياك أيها الإنسان المسلم أن تتخذ سبيلا تصد فيه عن نور محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. إذن عرفنا نفسنا الآن، نحن بإذن الله تعالى متعلمون على سبيل نجاة، ولا بد للمتعلم على سبيل نجاة أنه سيحظى بعناية الله وتوجيهه وهدايته، لأنه هكذا وعد، ووعد الله حق. قال في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن خلاصة البحث، خلاصة البحث في هذه الآيات، قلنا نلخص، أن يوم الواقعة سينقسم الناس إلى ثلاثة طوابير، ثلاث مجاميع: مجموعة معتدلة متوسطة في إيمانها، أخذت الوسطية في الحياة الدنيا، عملت من أجل الآخرة، فوصلت إلى خط النهاية بسلام. والحق جل وعلا يأمر عباده: الأتقياء ادخلوها بسلام آمنين. الفريق الثاني هو الذي صرف الوجه وصد عن محمد وآل محمد، فلذلك استحق أن يكون في الجانب المشأمة، في جانب
العذاب والويل له. أما الذين سبقونا إلى الإيمان والذين بيديهم مفاتيح الخير الذي نرجو الله جل وعلا ليلا نهارا وفي كل مناسبة أن يدخلنا في كل خير أدخلهم فيه وأن يخرجنا من كل سوء أخرجهم منه، إنهم أهل بيت الرسالة ومعدن النبوة ومختلف الملائكة. لخصنا هذا البحث، الآن نريد نستفيد من هذا البحث ونحوله. قلنا التحويلة، إذا كانت الليالي ليالي محرم نحول البحث إلى كربلاء، أما إذا كانت الأيام غير أيام محرم، مثلا لو كانت الأيام أيام شعبان الذي نحن فيه أو أيام الشهر المقبل شهر رمضان إن شاء الله يعود علينا وعليكم باليمن والبركة، فماذا نعمل؟ نحول خلاصة البحث هذه إلى الشخصية التي سنتحدث عنها. مثلا لو صرفنا هذا الحديث إلى شخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لقد كان أمير المؤمنين عليه السلام سباقا في كل ميادين العلم والمعرفة والفضيلة، سباقا في ميادين الجهاد، وكما ورد في زيارته المباركة أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأحوطهم على الإسلام. هذه صفات لأمير المؤمنين عليه السلام، آمن بالله وأعلن إسلامه للملأ وهو دون سن الحلم، قيل في العاشرة وقيل في الحادي عشر من عمره. راح نستعرض مقاطع من حياة الإمام علي عليه السلام، وكان أول وآخر وليد يولد في الكعبة المشرفة، حيث يقول السيد إسماعيل الحميري في ذلك: ولدته في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية طابت وطاب وليدها، والمسجد في ليلة غابت نحوس نجومها، وبدت مع القمر المنير الأسعد، ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولد في الكعبة لكي يتعين على المسلمين في كل يوم وفي كل توجه إلى تلك الكعبة المشرفة عند كل فرض وعند كل صلاة أن يتذكر القائد العام لهذه الأمة بعد رسول الله، نتذكر خليفة رسول الله حقا حقا. لا يمكن أن يتجاهل من يتوجه إلى القبلة، ها، في كل يوم 5 مرات تتوجهون إلى الكعبة المشرفة وكأنكم تشاهدون من داخل البيت مهدا، وفي ذلك المهد أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. نشأ وترعرع في أحضان الرسالة، وكان ينام أكثر لياليه في دار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن والده أبو طالب أنفق كل ما يملك على ضيافة حجاج بيت الله الحرام وعلى من يقصد ذلك البيت الطاهر المقدس، فكان يذبح في كل يوم للحجيج
أكثر من 10 نوق كأجداده وآبائه الطاهرين الكرام يهشمون الثريد للحجيج ويسقون الحجيج، حتى عندما تزوج ونال من البنين والبنات 4 من الشباب وبنتين عجز عن الإنفاق عليهم، فوزع أولاده على إخوته. وكان أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أحبهم إليه وهو علي بن أبي طالب لينفق عليه ويربيه في حجر الرسالة، فأي عظمة كهذه العظمة. تحدثنا عن أمير المؤمنين عليه السلام، هذا المقدار الصور يكفي، وسنكمل حديثنا في درسنا القادم بإذن الله تعالى. لم ينتهي الموضوع، الآن تحولنا من خلاصة الموضوع آيات القرآن التي شرحناها إلى شخصيتي المحتفى به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. على نار تلقى يهرو لبارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الضاوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.